قيادة الهبة الحضرمية تشحذ الهمم من جديد بعدما آلت إليه الأوضاع في حضرموت. انقسامات وتجاذبات سياسية ضاع بينها المواطن وانجرفت معها مصلحة الوطن. اجتماع استثنائي عقد بالردود لمناقشة المستجدات والخروج بقرارات مصيرية استعدادا لساعة الصفر بالوادي. أمور كثيرة بتعلن إن شاء الله في البيان، وسوف ترونها على الأرض الواقع، فكل بند من البنود بيعلن سيتم تنفيذه إن شاء الله. بالرجال المخلصين والشرفاء سيوقفون مع هذه المخرجات كل شعب حضرموت. الحاضرون أجمعوا على تحرير الوادي والصحراء واستنكروا العدوان الحوثي على ميناء الضبة، كما ألزموا الحكومة بتسديد الدفعات السابقة من حصة نفط حضرموت وعدم السماح بتحميل أي شحنات حتى سداد المخصصات كاملة، وطالبوا السلطة المحلية بالشفافية في كشف حساب فوارق سعر الديزل المدعوم وعودته إلى المواطن بتوزيع عادل. ومن ضمن الأهداف الذي تم اللقاء والتحاور في هذا اليوم هو طلوع المنطقة الأولى، وهذا مطلب لن نتراجع عنه. نطالب المجلس الرئاسي بتنفيذ هذا الاتفاق اللي هو اتفاق رياض الشق العسكري. يكفي من ضحك ويكفي من مزقة لما متيضحك علينا يبنى واحد كل ما دخل محافظ طلع أطلع من الثاني، وهذا غير صحيح. لما متيضح يا أخواني الشعب تعبان، ما يحصل الغداء من عشاه، كم صاحب سيارة تحصلها واقف وما يقدر على الديزل، صاحب سيارة ما يقدر على البترول، وحق خياراتنا عندنا ومطالبنا محقه في إخراج المنطقة الأولى من الوادي و تقفيل النفط على السرق واللصوص والتعيينات هذه الذي حصلت نحن غير راضين عنها. المجتمعون أصدروا بيانا رفضوا فيه قرار وزير النفط والمعادن بتعيين مدير لشركة النفط لساحل حضرموت، ودعوا كافة فئات المجتمع الحضرمي إلى حوار حضرمي لتوحيد الصف وجمع الكلمة لما يحقق مصلحة حضرموت بإقليم مستقل في ظل الدولة الجنوبية الفيدرالية القادمة. محمد بحفين، الغد المشرق، منطقة الردود.